سؤال نمبر 10 بيقول لي ميجر في انجل دي اي بي ايكوال ميجر في انجل سي وداني الاي دي 12 والبي دي 9 والاي بي 18. هو مطلوب مني ان انا اجيب الفاليو بتاعه الاكس اللي هي الاي سي. طبعا هنا لو بصيت في التو ترينجل، الترينجل الصغير والترينجل الكبير، هلاقي ان الانجل بي موجوده في التو ترينجل، يعني انا عندي الانجل بي كومون وهو داني ان السي ايكوال دي اي بي، يبقى هنا تو انجل في تو ترينجل، يبقى ذيرفور ان تو ترينجل هيكونوا سيميلر. يبقى نقول سينس ان الانجل بي دي كومون، وكمان عندي ميجر اوف انجل سي ايكوال ميجر اوف انجل دي اي بي، يبقى ذيرفور عندي ترينجل بي اي دي similar للترينجل بي سي اي. ومن السيميلاريتي عندنا الكورسبوندنج سايد بروبوشنال، يبقى عندي البي اي الاي دي الدي بي اوفر البي سي السي اي الاي بي، عندي البي اي 18 over البي سي اللي هي الجزء ده كله equal الاي دي اللي هي 12 over السي اي اللي هي الاكس اللي احنا عايزين نجيبها، وهنا عندي equal الدي بي اللي هي 9 over الاي بي 18 divided 9 تبقى 1 over 2 يبقى 12 over اكس equal half، ومنها ال x 2 times 12 divided 1 تطلع 24. المثال اللي بعد كده عندي ال a b equal ال a c وال b c 48 سنتيمتر، وقال لي ان ال d e over ال d f 5 to 7. مطلوب مني ان انا اجيب اللينس بتاع ال d c اللي هو الجزء ده. طبعا اول حاجه عندي ان ال AB equal AC، يبقى therefore ال angle B equal ال angle C. لو بصينا في التو ترينجل دول، هنا 90 و90 وهنا B equal C، يبقى therefore ان التو ترينجل هيكونوا similar. يبقى هنا عندي النقطه و90 وادي السيرت، يبقى عندي الترينجل C F D هيبقى similar للتريانجل بي اي دي. يبقى عندي السي اف الاف دي الدي سي اوفر البي اي الاي دي الدي بي. عندي السي اف في المسألة، السي اف هنا مش موجودة والبي اي مش موجودة، يبقى الجزء ده ملوش لازمة. ال اف دي وال اي دي هو مديني ان دي اي اوفر دي اف 5 اوفر 7، يبقى ال اف دي اوفر ال اي دي 7 اوفر 5، يبقى انا عندي 7 اوفر 5 ايكوال ال دي سي اللي احنا عايزين نجيبها هنسميها اكس، يبقى البي دي ديا ال 48 كلها ماينس الاكس. هنعمل كروس مالتيبليكيشن، تبقى 7 تايم 48 ماينس 7 اكس ايكوال 5 اكس، يبقى 7 تايم ال 48 ال 7 اكس نوديها الناحية التانية بالبوزيتيف يبقى 12 اكس. هنعمل الاتنين ديفايدد 4 هتبقى 7 ديفايدد سوري ديفايدد 12، 48 ديفايدد 12 هتطلع 4، وهنا 12 هتطير، يعني منها الاكس هيطلع 7 باي 4 هيطلع 28. المسألة اللي بعد كده ادينا A B C رايت at ال B و D E perpendicular على A C، ومطلوب مني ان انا اجيب اللينس بتاع ال A E اللي هو الجزء ده. طبعا هنا عندي من البيساجراس ان الانجل دي رايت، يبقى هجيب ال E C سكوير روت ال 5 باور 2 اللي هو الهايبوتنس ماينس 3 باور 2 هتطلع 4. هنيجي بقى في تو ترينجل، الترينجل الصغير والترينجل الكبير،
الترينجل الصغير والكبير هلاقي برضو ان الانجل سي هنا كومون، يبقى اقول له سينس ان الانجل سي كومون، وعندي الميجر بتاع الانجل سي اي دي ايكوال ميجر اوف انجل بي ايكوال 90، يبقى ذيرفور عندي تو ترينجل هيكونوا سيميلر. التو ترينجل هناخدها من الانجل كومون للرايت للثيرد يبقى سي اي دي، وهنا برضو من الكومون للرايت للثيرد اللي هو سي بي اي، وعندي السايدز البروبوشنال ان سي اي اوفر سي بي، الاي دي اوفر البي اي، الدي سي اوفر الاي سي. السي اي في المسألة جبناها 4، السي بي عبارة عن الجزء ده كله اللي هي 5 plus 3 equal 8 equal ال ED 3 ال BA، ممكن نجيب ال BA equal ال DC 5 over ال AC كله اللي احنا عايزين نجيب الجزء ده منه، يبقى كده 4 over 8 half equal 5 over ال AC، منها ان ال AC هيطلع ب 10، يبقى ده كله طلع 10، يبقى كده therefore ال AE اللي احنا عايزين نجيبها 10 minus 4 هتطلع 6 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده ادينا CB parallel لل DE، ال DA equal x plus 4 سنتيمتر، ال AB 2x plus 3 سنتيمتر، وهنا CB 5 وال DE 3. طبعا احنا عندنا sense ان الـ DE parallel للـ BC، يبقى therefore الـ angle B قد الـ angle D و B، وعندي C قد الـ E، وطبعا التالتة كده كده vertical opposite angle، يبقى therefore انا عندي ان two triangle هيكونوا similar، يبقى triangle ABC similar للترينجل التاني، ال E برضو من الناحية التانية، ال B اللي هي ال D E، يبقى therefore ان البروبوشنال سايد هيكونوا برضو نفس الكلام equal، يبقى عندي ال AB هناخد ال AB وناخد ال BC، وهنا هناخد ال AD وناخد ال DE. ال AB في المسألة 2x plus 3 over ال AD اللي هو x plus 4 equal ال BC 5 over ال DE 3، هنعمل cross multiplication 3 time 2x plus 3، 3 by 2 يبقى 6x، و 3 by 3 9 equal 5 by x 5x plus 5 by 4 20، ال 5x هنجيبها هنا بالنيجاتيف تبقى 6x minus 5x equal negative 9 plus 20، منها ال x هتطلع 20 minus 9 11، وده اللي كان مطلوب. المسألة اللي بعد كده برضو ادانا هنا في parallel وطلب مني ان اجيب برضو ال value بتاعت ال x، هقول له since ان انا عندي ال ed parallel لل cb، يبقى therefore ان الترينجل اي دي اي اي دي اي similar للترينجل اي بي سي، ومن السيميلاريتي برضو عندنا corresponding side هيكون equal، هناخد الاي دي الدي اي، وهنا الاي بي البي سي، الاي دي عندي 4، الاي بي اللي هي كلها على بعضها 4 plus 2 6 equal DE 4x minus 5 over BC اللي هي x plus 5، طبعا هنا 4 over 6 divided 2 هتطلع 2 over 3 cross multiplication 3 by 4 12x minus 3 by 5 15 equal 2 by x 2x plus 2 by 5 10، هنجيب 2x هنا بالنيجاتيف يبقى 12x minus 2x equal 15
بلس التن، يبقى كده 10x equal 25، ومنها ال x 25 divided 10 تطلع 2.5 سنتيمتر. المسألة اللي بعد كده ادينا B C D right at ال B و C E perpendicular على ال B D. طبعا المسألة دي عبارة عن تطبيق على الإكلوديان سيرم، فأنا عندي هنا اللي هو الهايت داون باور 2 equal ال E B time ال E D. يبقى أنا عندي sense طبعا إن هو right at ال C و C E perpendicular على ال B D، يبقى أنا هقول له على طول إن ال C E باور 2 equal ال E B time ال E D. ال C E باور 2 اللي هو 6 باور 2 equal 4 multiply 2x plus 1، طبعا ده 136 هنودلها 4 divided equal 2x plus 1، يبقى 9 equal 2x plus 1، يبقى 2x equal 9 minus 1 8، ومنها ال x هتطلع equal 4. نيجي المسألة اللي بعدها، برضو عندنا ال b 90 وال b d perpendicular على ال c، برضو تطبيق ال Euclidean. فعندي دون ال x بار 2 عبارة عن ال 8 تايم ال 18، يبقى ال x بار 2 8 تايم 18 هتدينا 144، منها ال x بوزيتيف و نيجاتيف روت ال 144، وعندنا عشان ده لينس مفيش نيجاتيف، يبقى ال x هتطلع ب 12 سنتيمتر. المسألة اللي بعد كده عندي A B C دون تريانجل، الدي ميد بوينت والاي ميد بوينت، وهنا 6 وهنا اكس بلس 4، وكوز ده اكس بلس ماينس 3، وهنا واي بلس 1، ومطلوب مني ان اجيب الفاليو بتاعت الاكس واجيب الفاليو بتاعت الواي. طبعا هنا عندي دون ميد بوينت وميد بوينت، فميد بوينت وميد بوينت يبقى دون بر لده، وفي حاجه الكلام ده خدنا في اولى اعدادي، وان اللينس بتاع الاي دي هيبقى هاف البي سي، يبقى انا كده عرفت ان ال 6 دي هتبقى هاف ال x plus 4، هنعمل time 2 يبقى 12 equal x plus 4، ومنها ال x هتطلع 8. طبعا هنا عندي ال distance دي، ال distance دي هنا ال x ب 8، يبقى 8 minus 3 equal y plus 1، منها 5 equal y plus 1، يعني ال y 5 minus 1 equal 4. هنا عندي A B C triangle، هنا دي 3 ودي 3، وهنا الجزء ده 2 وده 7 وده 9. طبعا هنا الدرس كله بيتكلم على similarity، فلو بصينا للتريانجل الكبير هنلاقي فيه 3 سايد، لكن الصغير 2 سايد بس، لكن السرد مش عارفينه. لكن لو بصينا في الصغير هنلاقي هنا فيه 2 سايد، وهنا انكلود انجل، وبرضو نفس الكلام الكبير. فهنجرب هنعمل ده 1 بلس الاول هيطلع 6، وده نعمله بلس يطلع 9. لو عملنا 3 ده 1 over 9 هيطلع سيرت، و 2 over 6 هتطلع سيرت، وال B common، يبقى therefore ان 2 triangle هيكونوا similar. يبقى احنا هنا هناخد السايد الصغير ال BE over side ال BA هيطلع 2 over 6 equal سيرت، ونفس النظام ال BD over ال BC هيطلع 3 over 9 equal cert، و since عندي الانجل b common يبقى therefore ان 2 triangle هيكونوا similar، يبقى ال b d e يبقى triangle b d e similar للtriangle تاني b c a. ومن similarity ادي ال b d ال d e، وهنا ال b e، هنا ال b c، ال C A ال A B. عندي ال B D في المسألة ب 3 over ال B C اللي هي دي كلها اللي احنا جبناها 9 equal ال D E اللي احنا عاوزين نجيبها اللي هي ال Y over ال C A 9، برضو هنعمل cross multiplication يبقى ال Y هتطلع equal 3. هنا عندي 2 triangle A E D و triangle التاني C E B، وهنا ده 3 و 4 وهنا 4.5 و 6، ومطلوب مني اجيب الفاليو بتاعت الاكس. طبعا هنا لو بصيت في التريانجل ده هلاقي هنا 2 سايد وهنا 2 سايد، وهنا الانكلودد انجل ايكوال لانها فيرتيكال اوبزيت انجل،
يبقى هنا هناخد نجرب الأول السايد ده 1 أوفر السايد ده 1 اللي هو 3 أوفر الـ 4.5 هيطلع 2 أوفر 3، وهنا الصغير اللي هو التاني 4 أوفر 6 برضه 2 أوفر 3، وعند الأنجل AED إيكوال BEC يبقى therefore الـ 2 تراينجل هيكونوا similar. يبقى أنا عندي التراينجل AED similar للتراينجل EBC. هو هنا من السيميلاريتي عاوزين نجيب الـ X بس اللي هي عند الـ B، فالـ B هنا هنا A سوري A E D B E C B E C، فمن السيميلاريتي الـ B اللي هي هنا دون موجودة عند الناحية التانية، يعني منها الـ X هتطلع 75 degrees. المسألة اللي بعد كده اداني ان الـ A H D A H D ايكوال الانجل سي، عاوز يجيب اللينس بتاع الاي سي اللي هو الجزء ده كله والاي دي والاي بي كله، طبعا لو جبنا ده هنعملهم بلس. طبعا ليها كذا طريقه، ممكن نقول الانجل دين ايكوال الانجل دين كروسبوندنج يبقى بارالل ونجيب السيميلاريتي، او نمسك الترينجل الصغير والترينجل الكبير هنلاقي ان الاي كومون، اقول له سينس ان الانجل اي دين كومون في التو ترينجل، وعندي هو داني الانجل اي اتش دي ايكوال الانجل سي، يبقى زيرفور ان التراينجل من الفيرتكس اي اتش دي سيميلر مع التراينجل برضو من الفيرتكس اي سي بي. وهنا عندنا الاي اتش اتش دي دي اي اي سي سي بي BA، وهنعمل بقى substitution ال AH في المسألة اللي هو 14 over ال AC اللي هو 14 plus الجزء اللي احنا عاوزين نسميه AC زي ما هي، ال HD 12 ال CB 15 ال DA عاوزين نجيبه وال BA اللي هو الجزء ده كله ادي ال BA. هنا هنعمل cross multiplication، طبعا هنا 14 over ال AC equal divided 3 4 over 5 منها ال AC 5 times 14 تطلع 70 70 يبقى هنا 5 multiply ال 14 divided 4 دي 2 هنا 7 هتطلع 17.5. يبقى ال AC كده 17.5 عاوزين سوري ال AC 17.5 الجزء ده 14 يبقى الجزء اللي فاضل 3.5. هنكمل المسألة، عايزين نجيب ال DA، ال DA دي هنسميها X، يبقى هنا عندي الجزء ده اللي هو 4 over 5 ال DA X وال BA كله X plus 4، هنعمل cross multiplication يبقى 5X equal 4X plus 16 ومنها ال x هتطلع ب 16، يبقى هنا دي ال a دي ب 16 وال a b كله هيطلع ب 20. وهنا جبنا ال a c في الاول 17.5. المسألة اللي بعد كده اداني ال d a parallel ال c b، بيقول لي بروف ان ال a h d similar لل بي اتش سي. طبعا اول حاجه من البارالل، فانا عندي الانجل دي قد الانجل دي ودي قد دي، يبقى زيرفور هقول له سينس كده المطلوب الاولاني خالص ان دي اي بارالل للسي بي، يبقى زيرفور الترينجل اللي هو طالبه اي اتش دي سيميلر مع ترينجل بي اتش سي. ومن السيميلاريتي طبعا الاي اتش اتش دي دي اي بي اتش اتش سي سي بي، طبعا هنا هو مركز على الاي اتش يبقى الاي اتش هناخدها معانا والاتش سي برضو والاتش دي والاتش بي، يبقى هو الجزء ده كده هنجيب منه الحل، هنعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى زيرفور اي اتش مالتيبلاي الاتش سي ايكوال الاتش دي تايم البي اتش.
المسألة اللي بعد كده بيقول لي ال HD perpendicular على ال AB، وقال لي ال angle A equal angle BHD، قال لي ال AB 16 وال BD 4، عايز يجيب اللينس بتاع ال BH. طبعا هنا برضو عندي تريانجل الصغير والتريانجل الكبير، بروح للتريانجل الصغير. طبعا ما ينفعش اروح لدون عشان في انجل جيفن، انا بروح اللي هو ما فيهوش انجل جيفن من الاول. هنلاقي ان الانجل بي دي كومون، هقول له سينس ان الانجل بي كومون انجل ان ذا تو تريانجل، وكمان عندي البي اتش دي كونجرانت مع الانجل اي وده جيفن برضو، يبقى ذيرفور ان التريانجل من الكومون للجيفن للثيرد بي اتش دي سيميلر للتريانجل التاني الكومون للجيفن بي اي اتش، ومنها بي اتش اتش دي دي بي بي اي اي اتش اتش بي. البي اتش في المسألة عايزين نجيبها مش موجودة، over ال BA اللي هي كلها 16 equal ال HD برضو مش موجودة، ال AH ال AH مش موجودة equal ال DB اللي هي 4 over ال HB. طبعا ده كده ملوش لازمة، هنا HB و HB لما نعمل cross multiplication هيطلع HB باور 2 equal 4 times 16 اللي هو equal 64، ومنها ال HB root 64 هيطلع 8 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي B و C B و Y و C collinear، B Y و C collinear، بيقول لي prove that ان triangle XBY XBY similar to triangle ABC. لو بصينا في triangle الصغير ده هنلاقي فيه 3 side، والترانجل الكبير برضو في 3 سايد، يبقى هنا هنثبت السيميلاريتي عن طريق السايدز. فهنا هنجيب السايدز ممكن ابتدي من الصغير او زي ما هو مديني هنا، هي اللي تمشي تفرق يعني. لو ابتديت من الصغير او ابتدي زي ما هو قال هنا، هجيب الاكس بي اوفر الاي بي. الاكس بي بكام؟ الاكس بي 9 اوفر الاي بي اللي هي 12 ايكوالز 3 اوفر 4. ونجيب البي واي over ال BC ال BY 18 over ال BC 18 و 624 divided 6 over 3 over 4. وفاضل اجيب ال YX over CA، ال YX في المسألة 13.5 و CA 18 برضو هنعملها divided، هتطلع divided 4.5 الاثنين هتطلع 3 over 4. يبقى therefore المطلوب الأولاني the triangle XBY similar للtriangle التاني ABC. تاني حاجة هو عاوز يخلي ال BC bisect ال angle ABX. هو يكون bisect امتى؟ لما تكون ال angle دين قد ال angle دين. احنا من similarity عندنا XBY ال angle XBY وال ABC، ما طالما triangle similar يبقى برضو بترتيب الانجل، يبقى ال x b y equal ال a b c، يبقى therefore measure of angle x b y equal measure of angle a b c، ومنها ان ال b c هيبقى bisect الانجل a b x. المسألة اللي بعد كده a b c a d b c quad، ومطلوب مني ان انا اعمل بروف ان التريانجل اي بي سي سيميلر للتريانجل دون. فاحنا هنا واضح عندنا ان هنا في 3 سايد وهنا 3 سايد، ممكن نبتدي لو ما قاليش مين سيميلر لمين ابتدي بالصغير للكبير، او زي ما هو قايل كده هجيب الاي بي اوفر دي بي، هنقول ايكوال الاي بي 6 والدي بي 4 هتطلع 3 اوفر 2، واجيب ال بي سي اوفر ال بي اي، ال بي سي 9 وال بي اي 6 برضو ديفايد 3 3 اوفر 2، ونجيب السي اي
over ال AD. ال CA عندنا 7.5 وال AD 5، لو عملت لها divided 2.5 هتطلع برضو 3/2. يبقى therefore ال triangle الأولاني ABC similar لل triangle التاني DBA. ومن السيميلاريتي طبعا هو عاوز يعمل ان ال BA بروف ان ال BA دون بايسكت الانجل دي بي سي، دي بي سي يعني عاوز يعمل بروف الانجل دين قد الانجل دين. طبعا من السيميلاريتي اي بي بي سي سي اي، وهنا دي بي بي اي اي دي. ده بالنسبة للسايز بروبوشنال، طبعا هي مش مطلوبة هنا. احنا ممكن نقول ان احنا عاوزين يبقى ال اي بي سي ميجر of angle ABC هتبقى equal measure of angle DBA، وطالما الانجل دين قد الانجل دين يبقى therefore عندي ال BA bisects الانجل B. هنا عندي ABC triangle ال AD 3 وال AB كلها 8 يعني الجزء ده كده 5 ودي كلها 6 ودي 2 يعني ده 4. بيقول لي بروف ان الترينجل ADE AED اللي هو الترينجل دون سيميلر لل ABC اللي هو الترينجل الكبير. طبعا هنا اللي واضح هنا في تو سايد وفي ادي انجل، وبرده هنا تو سايد وانجل، يبقى هنثبت السيميلاريتي عن تو سايد وانكلودد انجل. احنا ممكن ناخد من هنا ال AE موجود عندنا في المسألة، يبقى نجيب ال AE over ال AB. ال AE 4 والاي بي كلها 8 هتطلع هاف، وهنا الاي دي مش موجوده والبي سي مش موجوده، لا ناخد الدي اي والسي اي. الدي اي في المساله 3 والسي اي 6 طلع برضو هاف، وسينس ان الانجل اي دي كومون يبقى ذيرفور المطلوب ان الترينجل اي اي دي سيميلر مع الترينجل اي بي سي. المسألة اللي بعد كده بيقول لي بروف ذات ان الترينجل اي بي اي اي بي اي اللي هو دون سيميلر للترينجل دي سي اي. طبعا احنا لو بصينا هنا هنلاقي هنا في 3 سايد لكن هنا 2 سايد، يبقى مش تنفع. يبقى ندور على ال 2 سايد وانكلود انجل. عندنا الانجل دي ايكوال الانجل دي في اور فيرتيكال اوبزيت انجل. هنمسك بقى من السايد ال اي بي موجود والدي سي مش موجود، لا يبقى هناخد البي اي. البي اي موجود يبقى هناخد البي اي اوفر السي اي. البي اي 9 السي اي 12 هتطلع 3/4. وعندنا الاي اي والاي دي. ال EA 7.5 وال ED 10 divided 2.5 هتطلع 3/4. و since ان الميجر بتاع الانجل AEB AEB equal الميجر بتاع الانجل DEC vertical opposite angle، يبقى therefore المطلوب الاولاني كده انتهى ان الترينجل ABE similar مع الترينجل DCE. وطبعا من السيميلاريتي هو طالب مني ان اجيب السي دي، يبقى الاي بي بي اي 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 دي سي سي اي اي دي. طبعا هو طالب ان انا اجيب السي دي اللي هو الجزء دون. الاي بي في المساله 6 اوفر الدي سي اللي انا عايز اجيبه، البي اي 9 والسي اي 12 divided 3/4. ال DC هتطلع 4 times 6 divided 3 هتطلع 8 سنتيمتر. المسألة اللي بعد كده بيقول لي عندي تراينجل اسمه ABC، ال AC فيه greater than ال AB وال M موجود على ال AC وال angle ABM equal C. prove that ان ال AB square equal AM times AC. هنرسم تراينجل كده. قال الـ AB في الـ AC greater than الـ AB، هنسمي دي كده الـ A وده الـ C وده الـ B.
ال ال M موجود على ال E C، هنحط هنا بوينت M، بحيث ان ال angle such that ABM ABM هي دي كده equal ال angle C، يعني عندي ال angle دين قد ال angle دين. تمام كده احنا رسمنا. بعد الرسم عاوزين نعمل ان ال AB square equal ال AM تايم ال AC. طبعا لو بصينا في التو ترانجل، في ترانجل صغير وكبير، كبير خالص دون وده صغير برضو، بس هنلاقي ان الانجل دي جيفن، فهنروح اللي هي الانجل مفيهاش جيفن، اللي هي الانجل الفاضيه دي اللي هو ترانجل اي بي ام والترانجل الكبير، هلاقي ان الاي دي كومون، يبقى نقول له سينس ان الانجل اي كومون وعندي ميجر اوف انجل اي بي ام ده جيفن ايكوال ميجر اوف انجل سي، يبقى ذيرفور في ترانجل اي بي ام اي بي ام ترانجل اي بي ام سيميلر للترانجل اي سي بي. ومن السيميلاريتي هو عاوز يجيب الاي بي، نركز على فيها اي بي عشان اي بي سكوير تبقى مرتين، ادي الاي بي وناخد الاي ام هنا الاي سي، او نكتبهم كلهم مفيش مشكله، وادي الاي بي هنعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى اي بي تايم اي بي يبقى اي بي سكوير ايكوال الاي ام مالتبلاي الاي سي، وده اللي كان مطلوب. المساله اللي بعد كده ادانا الاي دي بارلل للسي بي، بيقول لي هنا ستيت 3 سيميلر تراينجل. طبعا هنا عندي التراينجل الصغير من ده وده بارلل، يبقى عندي التراينجل اي دي اكس سيميلر للتراينجل اي بي واي، وكمان اي اكس اي سيميلر عشان هنا في بارلل اي واي سي، وترانجل كبير خالص اي دي اي سيميلر للترانجل اي بي سي. بعد كده بيقول لي بروف ان الدي اكس اوفر البي واي ايكوال الاكس اي اوفر الواي سي والدي اي اوفر البي سي. هنا من السيميلاريتي اول واحد عندي الاي دي الدي اكس الاكس اي اوفر الاي بي البي واي الواي اي، ومن الترانجل التاني من السيميلاريتي التاني الاي اكس والاكس اي والاي اي وهنا الاي واي والواي سي والسي اي، والترانجل التالت اي دي والدي اي والاي اي اوفر الاي بي البي سي الاي سي. هنشوف التو في الثري ترانجل هنا الكومن اللي عندنا، هنا عندي اكس اي الجزء دون موجود هنا، يبقى دون ايكوال ده، يبقى كده دول كلهم ايكوال بعض، وهنا عندي ادي الاي اي والسي اي الاثنين دول ايكوال الاثنين دول، معنى كده ان كل الكلام ده الناين دول ايكوال بعض، يبقى دي هنسميها 1 و 2 و 3، يبقى اقول له فروم 1 و 2 و 3، يبقى كل ده ايكوال بعض. احنا هنشوف بس الايه الريكواير، يبقى كده الدي اكس اللي هو الجزء ده كده، وهنا اللي هو الجزء اللي في النص برضو، وادي الجزء اللي في النص، يبقى ذيرفور الدي اكس اوفر البي واي ايكوال الاكس اي والواي سي والدي اي اوفر البي سي. احنا اللي عملناه لقينا 3 سيميلر تراينجل وجبنا الكورسبوندينج سايدز بروبوشنال، هنلاقي ان ده وان وده ايكوال، يبقى كده دول قد بعض، وده وده ايكوال، يبقى 3 دول قد 3 دول، يبقى كده معنى كده ان 9 ايكوال بعض. فمن هنا هنشوف بقى الريكوايرد، هنلاقيهم هما اللي في النص، يبقى دي اكس اوفر بي واي ايكوال اكس اي اوفر واي سي ايكوال دي اي اوفر البي سي. المسألة اللي بعد كده بيقول لي اي بي سي داون ترانجل، وقال لي فيه ان الاي دي بيربنديكولار على السي بي، عاوز يجيب اللينس بتاع البي دي اللي هو الجزء دول والاي دي اللي هو الجزء ده. طبعا احنا عندنا ده رايت ودي 90، فممكن نستخدم الاكلوديان، انا عندي الاي بي بار 2 القريبه في البعيده، هنسمي البي دي اكس، يبقى كده عندي ان الاي بي بار 2 ايكوال الاكس مالتبلاي
اكس بلس 32. طبعا الاي بي اللي هي 30 سكوير ايكوال اكس باي اكس، اكس باور 2 بلس 32 اكس، منها اكس باور 2 بلس 32 اكس ماينس، هندخلها بالنيجاتيف 900 ايكوال 0. هنعمل تو براكت تبقى دي اكس واكس، وهنا 0. هندور على رقمين الملتبلاي بتاعهم 900 والديفرنس 32، بالكالكوليتر هيطلعوا 50 و 18. الجريتر هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، طبعا الاكس ايكوال نيجاتيف 50 ده وان ريفيوزد، يبقى الاكس هتطلع 18. يبقى انا كده جبت البي دي 18. عاوزين نجيب الاي دي، هنا ده 18، هنجيب الاي دي ممكن بالبايثاغراس، سكوير روت 30 باور 2 ماينس 18 باور 2 وتطلع 24 سنتيمتر. المسألة اللي بعد كده ادينا تو تراينجل اللي هو الـ ABC والـ DBF، بيقول لي بروف ان التراينجل ABC اللي هو كبير سيميلر للـ DBF الصغير ده. لو بصينا في الكبير هلاقي في سايد وادي سايد وادي سيرد سايد، والصغير برضه 3 سايد. يبقى كده ممكن نثبت السيميلاريتي عن طريق البروبوشنال سايد. هناخد الـ AB الأولاني أول اتنين over DB، الـ AB 6 over DB 4.5 divided 1.5 تطلع 4 over 3، ونجيب الـ BC over الـ BF. الـ BC في المسألة 9 و 3 12، والـ BF 9 برضو divided 3 هتطلع 4 over 3. هنجيب الـ CA over الـ F دي، الـ CA في المسألة 8، الـ FD 6 divided 2 هتطلع 4 over 3. يبقى therefore إن الترينجل ABC similar للترينجل DBF. المطلوب التاني عاوز يعمل بروف إن الترينجل EFC اللي هو الترينجل ده يكون isosceles. طبعا هيكون isosceles لما يكون فيه تو انجل قد بعض. طبعا هنا من السيميلاريتي انا عندي ال ABC وال DBF، هندور على الانجل الجزء اللي عند الاف. فانا هنا عندي الجزء الانجل C هنا في الاولاني ABC اللي هي تالت حاجة، ادي DBF، DBF اللي هو تالت حاجة هنا. يبقى هنقول من السيميلاريتي ان انا عندي الانجل C كونجرانت مع الانجل BFG، يبقى دي ادي دي. وسينس ان الانجل BFD كونجرنت مع او ايكوال الانجل EFC vertically opposite angle، يبقى therefore عند الانجل C ايكوال الانجل EFC، يبقى therefore ان الترينجل EFC isosceles triangle. المسألة اللي بعد كده بيقول لي A B C D quadrilateral، والتاني ال A B over D A equal C E over B C، وال B D over D A equal E B over B C. بيقول لي بروف ان ال A D parallel لل B C. طبعا ده بيكون parallel ده لما يكون الانجل دين قد الانجل دين يكون alternate، وكمان ال A B بارل للسي اي لما يكون الانجل دين قد الانجل دي. احنا هنا عندنا من الجيفن ادينا الاي بي اوفر الدي اي ايكوال السي اي اوفر البي سي، وكمان ادينا البي دي اوفر الدي اي ايكوال الاي بي اوفر البي سي. هنبص هنا الكومون عندنا دي موجوده هنا وهنا ودي برضو هنا وهنا. فمن الاولانيه ممكن نقول الفيرست اوفر الفيرست انتيسيدنت اوفر انتيسيدنت ايكوال كونسيكوينت اوفر كونسيكوينت، يعني الاي بي اوفر سي اي ايكوال الدي اي اوفر البي سي. نفس الكلام هنعمله هنا انتيسيدنت اوفر انتيسيدنت، يبقى البي دي اوفر الاي بي ايكوال كونسيكوينت اللي هو الدي اي
over ال BC، ومنها ان انا هلاقي دون الاثنين دول مكررين، يعني كده 3 ريشيوز البروبورشنال هيكونوا ايكوال. يبقى كده عندي ال AB هنقلهم زي ما هما، وال CE ال DA ال BC التالتة ال BD over ال EB. وطبعا من هنا هنجيب بقى السيميلارتي، هنجيب الانجل المستخبية، الترينجل الاولاني اللي هو ال EBD. يبقى هنا الترينجل هناخد هنا الانجل المستخبية اللي هي دي، وهنا ال B، وهنا الانجل A. سيميلار للترينجل هنا برضو سي اي بي، يبقى هنا الانجل مش موجودة ال B، وهنا E، وهنا C. وطبعا من السيميلارتي يبقى انا كده عندي جبنا ايه السيميلارتي. فاضل اجيب الانجل، هنبص هنا الانجل دي في الاولاني والبي في الاولاني، الدي هنا في الاولاني اللي هو الجزء ده قد البي ده، يبقى كده زيرفور لان ميجر اوف انجل بي هنا اللي هي الاي دي بي، اي دي بي هتكون ايكوال الانجل في التاني اللي هي البي اللي هي اي بي سي، ومنها ده وده بارالل. سوري الانجل دي قد الانجل دي هم الترنت، يبقى اي دي بارالل للبي سي. ده المطلوب الاولاني. المطلوب التاني برضو عاوزين نجيب الجزء اللي عند الاي اللي هو التاني في النص، وهنا البي في النص. فدون في الاولاني الجزء ده هيبقى قد الجزء ده، البي في الاولاني اللي هو الكبير والاي في الصغير. وبرضو عندنا ميجر اوف انجل اي بي دي ايكوال ميجر اوف انجل بي اي سي، ومنها برضو الاتنين alternate ان الاي بي هيبقى parallel للاي سي.